اتكلمنا المرة اللي فاتت على ازاي تعرف الحسابات اهميتها ايه، واتكلمنا كمان عن انواع الشركات وعرفنا مكانك هيكون جوه فين في الاورجانيزيشن ستراكشر بتاع اي شركة. النهاردة بقى هنتعرف على انواع المحاسبين. انت كمحاسب ليك اربع انواع ممكن تشتغلهم كحسابات، ملناش دعوة بالاوديت، ملناش دعوة بالاناليسيس بالتحليلات المالية، ملناش دعوة بالبورصة، ملناش دعوة بالاقتصاد، ملناش دعوة بالحاجات دي، احنا بنتكلم على الحسابات كمحاسب. ممكن تشتغل اربع حاجات النهارده هنتعرف عليهم. ممكن تبقى انت راجل محاسب فاينانشال اكاونتنت، وده يعني محاسب مالي مينلي بتطلع تقارير ماليه لناس بره الشركه، لناس خارج الشركه. يعني ايه؟ مين الناس اللي بره الشركه اصلا اللي بيبقوا عايزين يعرفوا تقارير ماليه؟ تعالوا كده نتخيل مع بعض الملاك دول. مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان هم مش بيبقوا جوه الشركه، ما بيشتغلوش جوه الشركه فول تايم، دي ناس بس عايزه تعرف تقارير عن الشركه علشان يعرفوا يستمروا ان هم الملكيه بتاعتهم، يبيعوا الاسهم بتاعت الشركه دي ولا ما يبيعوهاش. فالملاك اول ناس بيسموهم انفستورز، المستثمرين في الشركه، الناس اللي بتستثمر فلوسها في الشركه معانا. فالناس اللي بتستثمر فلوسها ديت بيسموهم ايه؟ انفستور. دولت بيحتاجوا معلومات ماليه عن الشركه علشان ياخدوا قرار نكمل ولا ما نكملش. ده بالنسبة لأول ناس. طب مين تاني؟ الكريديتورز. لو أنا واخد قرض من البنك أو واخد تسهيلات ائتمانية، بلاش قرض علشان ممكن يكون مش قرض، ممكن أكون واخد تسهيل ائتماني بس، إن أنا بقول للبنك لو أنا تعثرت خلال السنة اديني بعد إذنك فلوس أول ما أطلبها، فده اسمه تسهيل ائتماني، نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية. فطالما أنا أخدت حاجة زي كده فالبنك بيطلب مني عشان يسمح لي يفتح لي تسهيل ائتماني، عقد تسهيل ائتماني، يفتح لي حاجة زي كده، بيطلب مني برضو معلومات مالية. مصلحة الضرائب، عايزة تاخد الضرائب بتاعتها آخر السنة، عايزة تاخدها خلال السنة، فلما بتعوز أول حاجة بتخش عليها، أول ما بتدخل عليك تقول لك إيه، أنا عايزة منك بعد إذنك التقارير المالية. الشركات التعبئه والاحصاء، حاجات خاصه بالاحصائيات، بتجمع احصائيات عن الشركات، الجي دي بي، بتجمع مثلا الجروس دوميستيك برودكت او المنتجات، الانتاج القومي، المبيعات الكليه بتاعه القطاعات، الكلام ده كله. كل الناس دي بتحتاج ايه؟ منك معلومات ماليه. الريسيرشر، الناس الباحثين كمان بيحتاجوا معلومات ماليه. واحد عايز يعرف، واحد متخصص في مثلا في قطاع السجاد، فعايز يعرف قطاع السجاد في مصر عامل قد ايه، فبياخد المعلومات ديت، بيبدا يحلل المعلومات دي عشان يقدر يظبط الريسيرش، البحث اللي بيعمله دوت خاص برساله دكتوراه، رساله ماجستير، حاجات زي كده. فده اول محاسب، ده بيطلع مينلي تقارير بيديها الناس اللي جوه، بس هو معموله مخصوص للناس اللي بره الشركه. طيب النوع الثاني من المحاسبين، محاسب اداري او محاسب تكاليف، اثنين، مانجيريال اكاونتنت او كوست اكاونتنت. الاثنين تقريبا الاثنين زي بعض تقريبا، يعني المانجيريال هو الكوست اكاونتنت، يعني الاثنين زي بعض، بس المانجيريال بيفوق سنه، يعني بيفوق الكوست اكاونتنت سنه كمسمى. لكن لو انت فتحت كتاب كوست اكاونتنج وفتحت كتاب مانجيريال اكاونتنج هتلاقي الاثنين تقريبا واحد. حتى اشهر كتاب لواحد اسمه هونجرين، الكاتب دوت اسم الكتاب كده، كوست اكاونتنج مانجيريال انفاسيس، مانجيريال انفاسيس، يعني هو مركز على المانجيريال. فالكوست والمانجيريال هما الاثنين زي بعض، تكاليف، عشان ما تربطش في ده في محاسب اداري وفي محاسب تكاليف، لا هما الاثنين واحد، هما الاثنين واحد. الراجل ده بقى متخصص في انه يطلع تقارير داخليه للشركه للناس اللي جوه الشركه، ما بيطلعش تقارير بره خالص، كل تقاريره للناس اللي جوه الشركه. انا عايز اعرف مثلا، عامل حاجه اسمها سي في بي اناليسيس، اللي هو الكوست فوليوم بروفيت اناليسيس، يعني عايز اعمل بريك ايفن بوينت، عايز اعرف انا لو بعت قد ايه هكسب كام، او علشان اكسب رقم معين لازم ابيع كام وحده، او ابيع بكام. فكل المعلومات ديت مين اللي بيطلعها؟ بتاع الكوست اكاونتنت او المانجيريال اكاونتنت. مين اللي بيعمل بادجت؟ عايز اتوقع المستقبل هيبقى فيه ايه؟ برضو الراجل بتاع الكوست اكاونتنت او المانجيريال اكاونتنت. اللي هيعمل فاريانس، اللي هيقارن ما بين اللي حصل فعلي واللي كان اللي قبل كده اللي احنا كنا متوقعينه، حصل حاجه وتوقعنا حاجه ثانيه، فلقينا فرق، الفرق ده مين اللي هيجيبه ومين اللي هيحلل الفرق ده سببه ايه؟ برضو الراجل بتاع المانجيريال اكاونتنت. لو عايزين ناخد قرارات ان احنا قرار تسعير، انا مثلا ببيع الفوط، انا مصنع فوط، بصنع الفوطه ببيعها ب 25 جنيه. طب جالي زبون قال لي انا هشتري منك كميه كبيره بس هاخدها على 20 جنيه، اوافق ولا ما اوافقش كاداره؟ فهرجع لمين عشان اخد قرار زي كده؟ للمانجيريال اكاونتنت. يبقى القرارات كلها بتدي لك معلومات
معلومات للناس اللي جوه الشركة عشان يعرفوا ياخدوا بيها قرارات يدوروا الشركة. النوع الثالث الجوفرنمنتال اكاونتنت، اللي هو ثلاثة جوفرنمنتال اكاونتنت، او ممكن تقول عليه نون فور بروفيت اورجانيزيشن. المنظمات الغير هادفة للربح، عندك النقابات، عندك الحاجات اللي هي بتاعت زي رسالة والناس بتوع الخدمات اللي هي اللي بتقدم خدمات مجانية للمجتمع ككل. فالحاجات دي كلها اسمها ايه؟ نون فور بروفيت اورجانيزيشن. النون فور بروفيت اورجانيزيشن دي بيحتاجوا حسابات، طبعا بيحتاجوا حسابات، بس دي ما بتبقاش الفرق ما بينها، بيقدموا تقرير زي الراجل ده بالظبط بتاع المحاسبة المالية، هي نفس التقرير، بس ايه الفرق؟ ان ده بيقدمه لملاك، فالملاك هم اللي بيملكوا الشركه، فبيبقى في ربح او خساره او ارباح مرحله للملاك، انما هنا بيبقى ما فيش حاجه اسمها ربح. ليه؟ بيسموها فائض عن الحاجه، احنا كسبنا في فائض او في عجز، احنا كسبنا او ما بيسموش كسبنا، احنا في فائض وفي عجز في المكان اللي احنا شغالين فيه، سواء حكومه سواء نون فور بروفيت اورجانيزيشن. اخر نوع من المحاسبين اللي هو التاكس اكاونتنت. التاكس اكاونتنت طبعا اي شركه في الدنيا بتتعامل مع مصلحه الضرايب، انا ببيع، فبالتالي لما ببيع فبحصل قيمه مضافه، فالقيمه المضافه دي بنتتها من اللي انا كنت شاريه، فبودي تقرير لمصلحه الضرايب، مصلحه الضرايب بتبعت لي تقول لي انا عايز اعمل فحص، فلما بتيجي تعمل فحص بتيجي عايزه ورق معين، عايزه فحص لسنين سابقه، فعايزه مستندات فتطلع لها مستندات، فعايز تقدم تقرير فيه تقرير شهريه بتتبعت، في تقرير ربع سنويه يعني كل 3 شهور، في تقارير بتتبعت كل سنه. فمصلحه الضرايب شغلانه لوحدها، فبتبقى محتاجه لو الشركه كبيره محتاجه قسم كامل للضرايب جوه الشركه عشان يقعد يقدم لها التقرير دي، بس يظبط لها التقرير ويستف لها دنيتها على مصلحه الضرايب، ويتابع يقارن ما بين اللي بيسجله المحاسب المالي وما بين الضرايب اللي بتتقدم، هل الارقام متناسقه ومتظبطه صح ولا في حاجه غلط. ومن لما بيجي بقى مأمور ضرايب يفحص، والناس ديت بيقعدوا ياخدوا ورق، فعايزين المستندات دي، مين اللي بيطلع لهم المستندات دي؟ الراجل بتاع الضرايب. ومين اللي بيتابع قوانين اللي بتنزل بتاع الضرايب وتغييراتها بقى؟ في قانون اتغير، في ضرايب، في ضريبه زادت، في ضريبه قلت، المنتج ده عليه ضريبه، المنتج ده معلوش ضريبه. فانت بتبقى محتاج معلومات كتيره جدا خاصه بالضرايب، لما 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 الشركه تكون موجود فيها ناس، لما يكون فيها شغل كتير بتلاقي نفسك بغصب عنك بتبقى محتاج قسم للضرايب لوحده. ففي محاسبين بيبقوا متخصصين ضرائب بس. طيب ده بالنسبة لشغل المحاسبين. طب هل في شغل تاني؟ طبعا في شغل تاني، لو انت عايز تبقى بتاع مشتريات هتقدر تبقى بتاع مشتريات، ما انت راجل خريج تجارة، فانت بتدرس حاجة اسمها ادارة مشتريات جوه كلية التجارة، فانت ممكن تبقى بتاع مشتريات، ممكن تبقى بتاع اوديت، تراجع بقى، تيجي انت تراجع على الناس دي، الفاينانشال اكاونتنت اللي بيطلع تقرير دي بتيجي انت تراجع عليه، فانت تبقى راجل اوديتور مراجع. في تبقى محلل مالي، انت راجل بقى عديت الليفل ده كله وراجل بقيت بتعرف تحلل القوائم الماليه وبتحلل التقارير اللي بيطلعها الاخ ده المحاسب المالي، بتاخد التقارير دي وتبدا تحللها وتقول الشركه دي ادها احسن ولا ادها دي اوحش علشان ايه وايه الاسباب، وتبدا تحلل بقى فيرتيكال وهوريزونتال وتشوف النسب الماليه والشغل ده كله. ففي شغل كتير، لكن ده انا اقصد بيه ايه؟ انا اقصد بيه المحاسب اللي هو هيشتغل في الحسابات، انا راجل هشتغل مدين وداين واطلع قوائم ماليه، فشغل الحسابات بيحتاج الانواع ديت من المحاسبين. فكده احنا كده اتكلمنا على انواع المحاسبين. طيب احنا بنتكلم على شهاده اسمها ايه؟ بروفيشنال اوف فاينانشال اكاونتنت. فمعنى كده ان الشهاده متخصصه فين؟ متخصصه في الفاينانشال اكاونتنج. وخلي بالك ان الفاينانشال اكاونتنج دي هي اهم 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 حاجه المحاسبين لازم تلاقي. عمرك ما تلاقي مثلا محاسب اداري ما بيفهمش محاسبه ماليه، ولا محاسب ضرايب ما يفهمش محاسبه ماليه، ما ينفعش. فالمحاسبه الماليه هي الاساس، هي الاساس اللي بيتبني عليه اي نوع من انواع المحاسبات التانية، اي نوع. المحاسبه الحكوميه على فكره هي نفس المحاسبه الماليه، هي بس زي ما قلنا بتفرق في الربحيه، بتبقى هنا فائض. فكده انت لازم تتعرف على ايه قبل ما تخش، لو انت عايز تدخل محاسب اداري جميل جدا، بس لازم تعرف الاول محاسبه ماليه عشان تعرف تتعامل بشكل اداري كويس. طيب فاحنا هنتعرف على المحاسبه الماليه. طب المحاسبين اللي بقى الماليين، احنا قلنا الشابتر الاولاني كله عشان ما تخرجش بره الاطار بتاعي، انا بتكلم الشابتر الاولاني كله بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان انا بعرفك خطوه، بعرفك بعض المعلومات العامه اللي لازم حضرتك تكون عارفها قبل ما تدرس محاسبه اصلا. طالما انت ناوي تخش كارير الحسابات في معلومات كده لازم تكون عارفها.
زي الاورجنايزيشن شارت، زي انواع الشركات، زي الحاجات اللي احنا بنقول عليها انواع المحاسبين، زي الكلام ده. فالمحاسب المالي ايه انواعه؟ يعني انا دلوقتي انا بقيت محاسب مالي، طب انا هشتغل محاسب مالي فين؟ لما ادخل الشركه كده هبقى اسمي محاسب مالي كده وخلاص؟ لا، بيبقى اسمك ايه؟ ممكن تبقى محاسب بتاع كاش وبنوك، تبقى انت ماسك متخصص بنوك. ممكن تبقى محاسب ماسك انفنتوري، مخازن، انت متخصص في المخازن. ممكن تبقى ماسك عملاء، موردين، حاجات بقى زي كده، عندك اصول ثابته، عندك حاجات خاصه بالقروض، بالاستثمارات. فكل دي انواع من انواع المحاسبين. كل ما الشركه بتكبر زي ما قلنا بتقوم حاطه ناس، تقوم حاطه ناس متخصصه، وكل واحد بيبقى متفرع لحاجه لوحده. لكن لما تكون الشركه صغيره بتلاقي المحاسب واحد ممكن يقوم بالليله كلها، فده على حسب حجم الشركه. طيب اول محاسب هنتكلم عليه، احنا دلوقتي هنتكلم بقى ايه عن انواع المحاسبين الماليين بيعملوا ايه. يعني هنتعرف برضو بشكل سريع كده عن كل محاسب مالي بيعمل ايه، عشان انت لما تيجي تدخل شركه تبقى عارف وظيفتك تعمل ايه بالظبط، او ممكن تقدم ايه بالظبط. اول محاسب مالي بيبقى اسمه ايه؟ هنفترض ان هو بتاع اهم محاسب عامه، اللي هو بتاع الكاش اند بانكينج. ومقصودش هنا الناس اللي بتشتغل في البنوك، لا، ما بيقصدش الناس البنكير اللي بيشتغلوا في البنوك، لا، انا اقصد الناس اللي جوه الشركه متخصصه في حسابات البنوك. ما هي على فكره البنوك لما انا بشتغل فيها انا ببعت حاجه، ببعت ايداع في البنك، فانا بسجلها كشركه والبنك بيسجلها ان هو حصل له ايداع. لما بسحب فلوس من البنك نفس الكلام، البنك بيسجل سحب فلوس والشركه بتسجل. مين بقى اللي بيسجل في الشركه؟ هو محاسب البنوك، ده هو اللي بيسجل كل حاجه خاصه بالكاشات اللي بتخرج والكاشات اللي بتدخل للشركه. طيب محاسب البنوك ده ايه اهم تقرير؟ هو طبعا راجل ماسك الكاش، واحنا عارفين ان الكاش حاجه كريتيكال جدا، حاجه كريتيكال جدا جدا. محاسب البنوك ده اول حاجه بيعملها لازم يكون عارفها، وعارف بيعملها ازاي، وعارف مدى تاثيرها عامل ازاي، اللي هي الكاش بادجيتنج. الكاش بادجيتنج والمحاضره الجايه هنتكلم عنها بالتفصيل الممل، لان هي من الحاجات المهمه جدا جدا اللي لازم تكون عارفها. اول حاجه اسمها كاش ايه؟ كاش بادجيتنج، يعني انا بتوقع ايه اللي هيحصل في الكاش في المستقبل. انا دلوقتي عندي في الاسبوع اللي انا فيه دلوقتي ويك رقم واحد او زيرو، اللي انا فيها هسميه زيرو، وبعد كده الويك الجاي الويك رقم واحد، الويك رقم اتنين، ورقم تلاتة. انا هنا عندي بيجينينج بالانس، عندي بيجينينج بالانس سي مثلا 50 مليون، 50 مليون، وعارف ان انا هيجيلي بلس، هيجيلي ريسيفبل من العملاء، هيجيلي فلوس من العملاء، هلم فلوس في الاسبوع اللي انا فيه ده سي مثلا هلم 40 مليون، وهدفع فلوس، هبقى في ماينس هنا، هدفع فلوس بيمنت للموردين، هدفع سي 70 مليون. معنى قوسين دي يعني هي بالنيجاتيف، يعني ده ماينس. فهيتبقى معايا اخر الفتره كام؟ اخر الاسبوع اللي معايا ده هيطلع معايا بكام؟ انا كان معايا 50، معايا 90 ناقص 70، يبقى معايا هطلع ب 20 مليون جنيه. ده الكاش كله اللي عندي، ده الكاش كله اللي عندي. هبدا بيه الاسبوع الثاني، هبدا ب 20 مليون. برضو نفس الكلام، هيجي لي فلوس من العملاء 20 زيهم، وهدفع فلوس 10 مليون بس. يبقى انا هيبقى عندي في اخر الفتره قد ايه؟ عندي 20 40 ناقص 10، يبقى عندي 30 اخر الفتره. هبدا بيهم الفتره اللي جايه اللي هو الاسبوع الثالث، هبدا ب 30، هيجي لي عليهم 40، ومحتاج اسدد 80. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل هنا. انا بادئ هنا بكام؟ ب 30، وهيجي لي 40، يبقى هيبقى معايا 70، وانا عايز ادفع كام؟ 80. معنى كده ان انا هيبقى عندي ديفيسيت، عندي عجز ب 10 مليون جنيه. عندي مشكله هنا في الاسبوع التالي. خلي بالك انا بتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل. انا هنا دلوقتي انا لسه ما حصلش، انا دلوقتي في الاسبوع ده انا عارف ان انا معايا 50، هحصل 40، هدفع 70، هيبقى معايا 20 اخر الاسبوع. الاسبوع الجاي متوقع ان هيحصل كذا كذا كذا، عشان كده اسمها بادجيتنج مستقبل. بادجيتنج يعني مستقبل، فانا عارف الاسبوع
هنا ايه اللي حصل؟ في عندي ديفيسيت، فعندي مشكله. فانا هنا بقول للاداره خلي بالكم يا جماعه، ده في الاسبوع الثالث خلي بالك هيبقى عندنا مشكله، احنا الفلوس اللي هتبقى معانا مش هتغطي الالتزامات اللي علينا. هو انا ببقى عارف اصلا على التزامات ازاي؟ ببقى عارف على التزامات ازاي. في الشركات الكبيره زي ما قلنا ما بيبقاش في حاجه اسمها ان انا اسيب الدنيا هيلهي، لا مش ليه 1000 جنيه وليه 2000 جنيه وسايبهم عند ده 10000 وده 15000، وقت ما يجيب يجيب وقت ما يسددش ما يسددش، لا مش الكلام ده. ده فلوس بتتحرك، فطالما فلوس بتتحرك فلازم يكون في مواعيد ثابته، الفلوس دي هتخش لي امتى وهتخرج امتى. من ضمن الحاجات اللي بتنظم الموضوع ده حاجه اسمها LC letter of credit، LC letter of credit اللي هو بالعربي اسمه اعتماد مستندي. اعتماد مستندي، اعتماد مستندي يعني ايه؟ انا لما باجي اشتري بضاعه، انا باجي اشتري بضاعه فانا مش واثق ان انا ادفع الفلوس للمورد عشان ممكن ما يجيبليش البضاعه، والمورد مش واثق يبعت لي البضاعه وانا ما اديلوش الفلوس، ففي عدم ثقه ما بين الاثنين، ما بين المشتري وما بين البايع. فانا بروح للبنك بتاعي بقول له افتح لي اعتماد مستندي، لو البضاعه وصلت المينا عندي او وصلت عندي لحد المخازن بتاعتي ادفع من غير ما ترجع لي، ادفع للمورد من غير ما ترجع لي. فاول ما اقول للمورد انا فتح لك اعتماد مستند اهو، فاول ما البضاعه تجيلك هتقوم جاي دافع، خلاص ما بيتكلمش، فبيقوم جاي ايه محاول جايب البضاعه. فبالتالي انا ببقى عارف الفلوس هتخرج كمان 70 يوم، كمان 60 يوم، كمان 30 يوم، ببقى متفق مع المورد على الكلام ده، مع البنك، مع المورد. فنفس الكلام ببيع بنفس الطريقه، فبقوم عارف ما هحصل فلوسي بعد قد ايه، ببقى بالاتفاق ببقى عارف هحصل فلوسي قد ايه، وبشكل ايه بشكل تقريبا دقيق جدا. فانا ببقى عارف الفلوس اللي هتجيلي ايه والفلوس اللي هتدفع ايه. فانا هنا عندي عجز خلال في الاسبوع الثالث من دلوقتي هيبقى عندي عجز ب 10 مليون جنيه. فانا بعمل ايه ساعتها؟ انا بدي ورنج للاداره، الاداره بقى تعمل ايه؟ تبدا تكلم العملاء بعد اذنكم يا جماعه بدل ما نحصل 40 عايزين نحصل 60 عشان نشيل العجز ده. اقوم اكلم المورد اقول له بدل ما هدفع لك في الاسبوع الثالث ده ادفع لك الثاني ده، ادفع لك في الاسبوع الثالث بعد اذنك. يبقى انا هنا عملت ايه؟ عملت جبت حل، خلقت حل بسبب تقرير انت بتعمله، وجدت في مشكله للموردين للشركه، قلت لهم بعد اذنكم حلوا المشكله دي بسرعه. ممكن حل ثالث ايه؟ يبقى احنا ممكن نكلم العملاء ان احنا نجيب فلوس اكتر، او نكلم الموردين ان احنا ناجل الدفع شويه، ممكن يحطوا علينا فوائد زياده مش مشكله، بس ايه؟ بس احنا عملنا ايه؟ حلينا المشكله. ممكن حل ثالث خالص بقى، وده المدير المالي الشاطر اللي بيعمل كده، اللي يقول لك ايه؟ انا لازم اكون فاتح تسهيل ائتماني مع البنك. انا اقول للبنك لو انا تعثرت خلال السنه بعد اذنك هطلب منك فلوس، فانت تجيب لي فلوس على طول. فدي معناها ايه؟ انا بفتح ده اسمه عقد استباقي مع البنك، وهتدفع وهتاخد فايده عليها، بس امتى؟ لو انا تعثرت ابدا اخد منك فلوس. البنك ما يجيش يقول لي بقى انا عايز ورق وعايز، لا هو بياخد ورقه من الاول خالص، لان لو رحت اخد من البنك اقول له عايز قرض مش هيديه لي بكره، ده ممكن تاخده خلال شهرين ثلاثه على ما تخلص الورق المطلوب والشغل المطلوب والدنيا المطلوبه علشان ياخد هو موافقاته ويشوف وضعك الائتماني عامل ازاي والكلام ده كله. البنك بياخد وقت كبير جدا. فانت بتبقى من قبلها، انا ممكن اتزنق، انا عارف ان انا ممكن اتزنق خلال السنه، فطالما انا عارف فلازم اكلم البنك اقول له بعد اذنك يا بنك خلي بالك انا ممكن احتاج منك فلوس خلال السنه الجايه، فيمضي معايا عقد يقول لي خلاص اول ما تحتاج فلوس ابروفال على طول الفلوس هتكون عندك. فدي معناها ايه؟ اسمه تسهيل ائتماني. من اهم التقارير اللي بتطلع الكاش بادجيتنج. اي حد هيدخل انترفيو ويتسال على الكاش هتلاقيه بيتسال يعني ايه كاش بادجيت. طبعا ممكن للناس العاليه شويه، بس لو انت عارفها وانت راجل لسه صغير تبقى حاجه كويسه. المحاضره اللي جايه هتلاقيها كلها بتتكلم على الكاش بادجيت، ازاي تعمل شيت كاش بادجيتنج على الاكسل. طيب ده بالنسبه للكاش بادجت. بيعمل ايه تاني الراجل بتاع البنك؟ يعني هو موجود بس في الشركه علشان يعمل كاش بادجتنج؟ خلي بالك بقى ده عشان يعمل كاش بادجتنج بيبدا يشوف الفلوس اللي لينا بره كام، والفلوس اللي هتجيلنا امتى، ومواعيدها استحقاقها امتى، وهندفع فلوس امتى، والكلام ده كله. فيعني الموضوع مش سهل ان انت تعمل تقرير زي ده، حاجه بتتوقعها في المستقبل. احنا في الحسابات متعودين ان احنا بنسجل هيستوري، بنسجل حاجه حصلت في الماضي، انما لما بسجل حاجه في المستقبل بتبقى الموضوع صعب شويه، لان انا بتعود على ورق ودي مش بتبقى فيها ورق. طيب تاني حاجه بيعملها ايه غير الكاش بادجت؟ بيعمل حاجه اسمها بانك ريكونسليشن. يعني انا لما باجي اخر كل شهر
اشوف الرصيد الدفتري في بتاعي في السيستم بتاعي، بفتح ابص على رصيد البنك كام، لقيته 20,000، اجيب كشف الحساب من البنك، هل هلاقيه 20,000 ولا اكتر ولا اقل من 20,000؟ طبيعي انك هتلاقي لا هتلاقيه اعلى يا اما هتلاقيه اقل. ايه السبب؟ البنك ممكن يكون حط عليك مصاريف بنكيه وانت ما تعرفش، فانت ما بتعرفش غير لما يجي ايه كشف الحساب. ممكن يكون ضاف لك فوائد داينه وانت ما تعرفش، ما بتشوفهاش غير لما يجي لك كشف الحساب. ممكن يكون انت دفعت شيك للمورد بتاعك والمورد المحاسبين بتاعه نايمين في العسل ما ودوش الشيك البنك، وانت سجلت ان انت قللت بحساب البنك، وهو في الحقيقه البنك لسه ما شافش الشيك ده. ممكن تكون انت بعت شيك البنك ويتحصل وهو لسه ما اتحصلش، لسه البنك في 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 حاجه اسمها البنك بياخد 3 4 ايام على ما يحصل الشيك، فممكن الشيك ده ما يكونش اتحصل وانت مسجله ان هو متحصل. فممكن يبقى في فروقات ما بين السيستم بتاعك بتاع الشركه وما بين البنك. لازم اطلع الفروقات دي بالظبط كل اول شهر، كل اخر شهر بعمل حاجه اسمها بانك ريكونسيليشن. دي وظيفه مين؟ الراجل بتاع الكاش والبانكينج، ان هو يشوف الفروقات اللي ما بين كشف حساب البنك وما بين الرصيد الدفتري عندي في الشركه، وبعمل لها بشكل معين علشان اطلع الشكل العام بشكل كويس، اسمه بانك ريكونسيليشن. طيب هل بيعمل كده بس؟ البنك ده بنك ريكونسيليشن بيعمله لكل حساب على حده، يعني ما ينفعش مثلا اكون فاتح بنك قطر فاتح كذا حساب واحد 5-6 حسابات واعملهم بنك ريكونسيليشن واحده، لا انا بعمل حساب بنك قطر 1 و2 و3 برقم الحساب، الرقم المفتوحه كلها، كل حساب مش كل بنك، كل حساب جوه البنك بعمل له بنك ريكونسيليشن لوحده، اتاكد ان الرصيدين زي بعض. طيب في ايه تاني بيعملها؟ في عندي حاجه اسمها فوركس، ودايما في الشركات اللي بتستورد بتبقى محتاجه فروق العمله دي كتير. يعني انا مثلا انا عايز ادبر عمله، مين اللي هيدبر لي عمله؟ مين اللي هيكلم البنك ويقول لي يا بنك دبر لي عمله، عندك عمله ممكن تدبرها لي ولا لا؟ بسعر كام؟ عايز سعر اقل سعر ولا السعر عالي، ولا انهي بنك سعره اقل من سعر تاني؟ القروش بتفرق لما اجي اسدد عمله والكلام ده. فعشان كده الفوركس دي اسمها فورين اكستشينج. فلما عايز ادبر عمله مين اللي بيدبر؟ الراجل المسؤول عن تدبير العمله، الراجل ده اللي هو بتاع البنوك، او بقى قسم لو البنوك كبيره شويه بتحتاج قسم تريجري كامل بيبقى شايل الليله دي كلها. فالفوركس، طيب بلاش الفوركس، انا عندي عمله وكل شهر العمله مثلا اول الشهر كانت سي مثلا كانت ب 15.70، جينا اخر الشهر بقت 15.80، وانا عندي 100 دولار ونفس ال 100 دولار اخر الشهر. فهنا المفروض كان عامل 1570 والمفروض هنا 1580. هو انا ما جيتش جنب ال 100 دولار، ال 100 دولار ما اتغيرتش، لكن عشان فرق العمله قيمتها بالجنيه اتغيرت. فمين المسؤول عن التسجيل؟ انا طبعا لما بسجل في الحسابات عشان تبقى عارف ما ينفعش اسجل بكذا عمله، هي عمله واحده بس. يعني انا لازم بطلع تقريري كلها بالجنيه المصري، فخلاص هي التقرير كلها بالجنيه المصري. بس ده ما يمنعش ان انا يكون عندي عمله، ممكن يبقى عندي عمله في البنك بس بحولها بقى للجنيه المصري. فهو اول الشهر كانت ب 1570، اخر الشهر 1580. مين المسؤول بقى عن يسجل الفرق العمله ده؟ بيسموه فرق العمله ده، مين المسؤول عن تسجيله؟ برضو الراجل بتاع الكاش اند بانكينج ده مسؤول عن تسجيل الموضوع ده. ايه كمان؟ لو الراجل ده لقينا عنده بعض الكاش الزياده بيعمل لها ايه؟ انفستمنت، بيستثمر الفلوس دي. فالاستثمار بتاعه ممكن يبقى قصير الاجل، يعني يستثمر مثلا في ودائع بنكيه، في شهادات استثمار، في اذون خزانه، يستثمر في اي حاجه. يبقى عندي ايه؟ انفستمنت. الفلوس دي بدل ما طالما هو عمل كاش بادجت فعارف الفلوس اللي محتاجها ايه والفلوس اللي مش محتاجها ايه، فممكن يستثمر خلال اسبوع، ممكن استثمر فلوس خلال اسبوع، لو هو شاطر قوي ممكن يستثمرها خلال اسبوع بحيث ان هو الفلوس تشتغل بشكل سريع. فلو انا معايا فلوس زياده مش هستخدمها، لا يبقى احطها ودائع مثلا، اربطها ودائع عشان اخد فايده عاليه عليها شويه، اربطها مثلا بشهاده استثمار، اربطها باذون خزانه، اذون خزانه قصيره الاجل ممكن يبقى لمده شهر بس، لمده اسبوعين ثلاثه، ده كله وارد. فمين المسؤول برضو عن ان هو يقول في يا جماعه فلوس زياده وعندنا اقتراح ان احنا نستثمرها في الحته الفلانيه؟ برضو الراجل بتاع الكاش
and banking. ده في الغالب اغلب الحاجات اللي بيعملها، في حاجات تانية اكيد بيعملها، بس الكاش والبنوك والخاصه بقى بالال سي وفتح الاعتمادات المستنديه والكلام ده كله، مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الراجل بتاع الكاش and banking.